ضباط الصف يخاطبون الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرون على قهر المستحيل. ورئيس مجلس النواب ووفد برلماني يبدأ زيارته لروسيا، $4.6 مليار رأس مال المنطقة الصناعية الروسية في مصر. والتربية والتعليم تستعد للعام الجديد، الدراسة تبدأ في 24 سبتمبر وتطبيق الغياب الإلكتروني على طلبة أولى ثانوي. وأزمة فساد القمح تتصاعد، والداخلية تعلن سقوط مسؤولين استولوا على 25 مليون جنيه بالشرقية.